مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعينا يلي عم يحضرونا عبر صفحات أخبار الآن على مواقع التواصل الاجتماعي. في هذا الفيديو معي أنا عفراء الجول للحديث دائما وأبدا عن آخر أخبار الرياضة وعالم كرة القدم. إذن مثل ما تعودنا بهذه الفقرة بنتحدث عن أبرز ما يجري في عالم كرة القدم، أبرز المواضيع وكل ما يتعلق بأخبار الصحافة والانتقالات والإشاعات والأندية واللاعبين وكذلك نتائج أبرز المباريات ضمن أبرز البطولات الكروية. إذن يوم أمس كان عندنا مباريات كثيرة في مختلف المسابقات، أهمها في الدوري المصري الممتاز وادي دجلة كان لعب أمام نادي بيراميدز وفاز نادي بيراميدز بهدفين نظيفين تم تسجيلهم عن طريق جون أنتوي في الدقيقة 60 والرابعة والستين، تم تسجيل الهدف من ضربة جزاء. الوداد الرياضي كان لعب أمام رجاء بني ملال في البطولة المغربية الاحترافية وفاز الوداد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب محمد الخامس. إذن سجل أهداف الوداد إسماعيل الحداد في الدقيقة 65، يحيى جبران من ضربة جزاء في الدقيقة 93، وأيمن الحسوني في الدقيقة 95. يا ريت تخبرونا عن رأيكم في هذه المباراة من خلال التعليقات. أيضا في الدوري الفرنسي كان عندنا مباراة بين باريس سان جيرمان ومينتس انتهت بفوز باريس بهدف نظيف جاء عن طريق جوليان دراكسلر في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، وكانت شهدت هذه المباراة أيضا طرد لاعب سان جيرمان عبدو ديالو في الدقيقة 65. كان عندنا مباريات كثيرة ضمن التصفيات التأهل الثالثة في دوري أبطال أوروبا وأيضا تصفيات التأهل الثانية في الدوري الأوروبي. اليوم أيضا رح يكون عندنا مباريات ضمن بطولة دوري أبطال آسيا دور المجموعات. شهر خضرو الإيراني رح يلعب أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي. الشرطة العراقي رح يلعب أمام الأهلي السعودي. بختكور الأوزبكستاني رح يلعب أمام الهلال السعودي، واستقلال طهران الإيراني رح يلاقي الوحدة الإماراتي، لكن هذه المباراة أعتقد أنه ألغيت. أيضا رح يكون عندنا مباريات كثيرة في الدوري الأوروبي، كثيرة جدا في تصفيات التأهل، لكن أهمها شامروك روفرز الإيرلندي رح يستضيف نادي ميلان الإيطالي. باقي المباريات طبعا هي لأنه مباريات كثيرة يعني كمية كبيرة فلن نستطيع ذكرها، لكن هي أهم المباريات مباراة الميلان اليوم. أيضا في الدوري الفرنسي مارسيليا سيستضيف سانت إتيان، وبالنسبة للدوري المصري رح يكون عندنا مباراة وحيدة، المصري البورسعيدي رح يستضيف طلائع الجيش اليوم. طبعا غدا رح نشهد انطلاقة البوندسليغا الألمانية، سنتحدث عنها لاحقا. ننتقل الآن إلى آخر ما كتبته الصحافة حول أخبار اللاعبين والأندية وكذلك الانتقالات والإشاعات. على ما يبدو ريال مدريد يتأهب لبيع لاعبه الصربي لوكا يوفيتش، لأنه وفقا للصحافة ريال مدريد يبحث عن رحيل اللاعب لكن على سبيل الإعارة من أجل المشاركة أكثر في المباريات تمهيدا لاستعادته في العام المقبل في الميركاتو الصيفي المقبل. يا ريت تخبرونا عن رأيكم إذا كنتوا بتأيدوا إعارة لوكا يوفيتش من خلال التعليقات. في خبر آخر وفقا للصحافة الإسبانية، على ما يبدو المعارضة في نادي برشلونة تمكنت من جمع أصوات من أجل أو توقيع تقريبا 20,000 صوت من أجل سحب الثقة من إدارة برشلونة الحالية، حجب الثقة عن الرئيس الحالي جوزيب ماريا بارتوميو بعد سوء النتائج في الموسم الماضي وبعد التعامل الذي تم عن طريق قضية سواريز وميسي وإلى ما ذلك، وأيضا اتهامات بالفساد بعد تعاقدات بمئات الملايين لم تنجح. إذن وفقا للصحافة المعارضة مثل ما قلنا نجحت في جمع 20,000 صوت. الهيئة العامة تحتاج لأغلبية 16,500
صوت قبل انتهاء المهلة يلي راح تكون يوم الخميس في 17 من أيلول سبتمبر، وبالتالي من المفروض أنه تسليم الوثائق في مقر الكامب نو. لكن بالنسبة للصحافة الكتالونية أغلبها تتجاهل هذا الموضوع ويتم التعتيم على الموضوع، فلننتظر ونرى إذا كانت هذه الأصوات يعني ستغير أي شيء أم لا. أيضا ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذا الموضوع من خلال التعليقات. في خبر آخر، رابطة الدوري الإنجليزي كانت أعلنت أنه ستسمح لعشرة أندية بحضور جماهيري، بحضور عدد يصل إلى 1000 مشجع لبعض الأندية، رح يجربوا ضمن فترة تجريبية تمهيدا لعودة الجماهير إلى الملاعب. تذكرون احنا حكينا انه البوندسليغا سمحت رسميا بعودة ايضا بعض المشجعين بفترة تجريبية راح تكون على مدة 6 أسابيع، ثم يعاد تقييم هذه الفترة. الان رابطة الدوري الانجليزي راح تفعل نفس الشيء، لكن مش لكل الاندية، فقط لعشرة اندية، وراح يجربوا 1000 مشجع، وسننتظر ونرى اذا ما سيحصل بهذا الامر. ياريت تخبرونا عن رأيكم اذا كنتوا بتحسوا انه هاي فكرة منيحة او خبر جيد ام لا. في خبر اخر، نادي كولن الالماني اعلن عن تعاقده مع لاعب الوسط اوندريج دودا البالغ من العمر 25 عام، قادما من نادي هيرتا برلين بعقد سيستمر حتى عام 2024. في خبر اخر، نادي انتر ميلان كان اعلن عن تعاقده مع داريان ماليز المهاجم نادي الوزرن السويسري البالغ من العمر 19 عام في صفقة على ما يبدو بلغت قيمتها 4 ملايين يورو، وبعقد سيمتد لخمس سنوات يعني حتى 2025. في خبر آخر، نادي التعاون السعودي كان أعلن عن تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسمين. طبعا هو مدرب الزمالك الذي كان قدم استقالته منذ يومين بعد خلاف الرأي بينه وبين إدارة نادي الزمالك، وكنا سمعنا أنه كان وصله عرض خليجي ضخم، وفورا في اليوم التالي نادي التعاون أعلن عن تعاقده مع المدرب الفرنسي. أيضا ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذا الخبر من خلال التعليقات. في خبر آخر، الدوري الإسباني بورخا فاليرو البالغ من العمر 35 عام تم الإعلان أنه سيعود رسمياً لنادي فيورنتينا قادماً من نادي إنتر ميلان. إذن في خبر آخر، وفقاً للصحافة نادي أفرتون الإنجليزي مهتم بضم مدافع نادي تشيلسي في كايو توموري، لكن في صفقة راح تكون على سبيل الإعارة. في خبر آخر، وفقا للصحافة على ما يبدو المفاوضات بين اللاعب تياغو ألكانتارا لاعب نادي بايرن ميونخ وليفربول وصلت لمرحلة صعبة. السبب الخلاف الرئيسي أنه لم يتم الآن التقدم في هذه المفاوضات، أنه ألكانتارا يطلب من ليفربول راتب ضخم يصل ل 200,000 جنيه استرليني أسبوعيا، وهذا أمر لا يستطيع ليفربول تحقيقه في الفترة الحالية. لننتظر ونرى ما الذي سيحصل في هذه الصفقة. في خبرنا الأخير والأهم أيضا اللي كنا عم نحكي عنه كتير، وفقا للصحافة ثنائي نادي ريال مدريد جاريث بيل وسيرجيو ريجيلون اقتربا من الانتقال لصفوف نادي توتنهام هوتسبيرز. بيل سينتقل على سبيل الإعارة، سيعود لناديه السابق طبعا على سبيل الإعارة بشكل مجاني على أن يدفع توتنهام راتب اللاعب بالكامل خلال موسم الإعارة. أما ريجيلون فسينتقل مقابل مبلغ يتراوح بين 30 إلى 35 مليون يورو في صفقة بيع نهائي. إذن ياريت تخبرونا عن رأيكم في هذه الصفقتين إذا تمت من خلال التعليقات. هيك مشاهدينا بنكون وصلنا لنهاية هذا الحصاد الكروي. أنا بدي أتشكركم كتير على متابعتكم لألي في هذا الفيديو، وأدعوكم لمتابعتي لاحقا من خلال فيديوهات البث الحي اللي بنعملها على صفحة أخبار الآن على فيسبوك لمعرفة آرائكم حول أبرز مباريات اليوم وأبرز القضايا المتعلقة بكرة القدم. شكرا جزيلا على المتابعة، بتمنى لكم يوم سعيد وإلى اللقاء.